رغم أنه لا يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، فبالكاد يعرف بعض مفردات من اللغة الإنجليزية يستخدمها هنا وهناك بحديثه بين الحين والآخر، إلا أن أسلوبه الطريف ميزه عن باقي اليوتيوبرية في العراق والوطن العربي. فمن هو هذا الشاب وما هي قصته؟ علي عادل هو شاب عراقي في مقتبل العمر، روجت له عدة مقاطع في منصات التواصل الاجتماعي، وأخيرا مقطع فيديو طريف وجه من خلاله رسالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. لكن ماذا تتوقعون طلب منه؟ تعالوا لنتابع ونتعرف عليه. أنا انتهيت، حياتي منتهية، ميت، أنا هسه إنسان ميت ونفسيتي تعبانة ومنتهي، وما يعني ما باخذ بيا حتى أروح، ما منتهي. كهرباء ماكو، طفت 6:15 بالليل، 6:15 الحصرية، 8:15 ما جتي، 10:15 ما جت، 12:15 استوى يلا جتي. لا تشوفون هاي البنكة طلع حرها ترى سموم، وهذا الضوء هم داخل فطلع حتى على الضوء. بايد listen to me، سئمت اللايف بالعراق، سئمت الحياة جدا جدا سئمتها. بايدن ان 2021 نوت كهرباء، بنزين مولدة نوت كهرباء، وهاي مو وضعية بايدن، وذاتك والله مو وضعية، وانا تعبت ترى، خوش قلبي، نفسيتي منتهية، يعني واصل مرحلة العراق كهرباء ماكو، انترنت، شوارع الاليك ذبان، زلازل، تهت ميت تاني. تقول النت والكهر عمي حس بطلت، حتى النت ما اريده والله، على خذون النت ما اريده، اريد بس وطنية، تبريد كل شيء ما اريد، تبريد خليك نتونس، ما ميت. بايدن دبل هيلب مي، مو نوت هيلب مي ون، دبل. إذن بايدن دبل هيلب مي مثل ما ذكر. بهذه الكلمات اختصر هذا الشاب العراقي معاناته بالعراق وطلب المساعدة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة وسوء الخدمات أيضا. هذا الشاب وبعد أن وجه الرسالة المؤثرة إلى ترامب سابقا ولم يجد استجابة لها، قرر مرة أخرى مخاطبة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن لعله يلتفت لهذه المعاناة، معاناة هذا الشاب ومعاناة شعب العراق أيضا. وتفاعل الناشطون في السوشيال ميديا مع رسالة هذا الشاب العراقي واللي اسمه علي عادل، والتي وجهها إلى الرئيس الأمريكي، وحازت على ردود فعل كثيرة وواسعة. من بين هذه التعليقات وردود الأفعال نبدأها مع رغد الطائي. ماذا قالت رغد على مقطع الفيديو المصور الذي شاهدناه الآن؟ تقول رغد: يا بايدن، يريد الشاب بس تبريد، حق الحر متأثر عليه، تخبلت العالم. ضحكت أيضا. هناك تعليق آخر من وفاء الحسيني، تقول وفاء الحسيني بالعباس: حتى أنا نفسيتي تعبانة، فوق الحر والكهرباء والمي ماكو، عافية جو بايدن، هيلب مي، راح اطق روحي ترى. هناك أيضا تعليق من حسين عبد الرحيم، يقول حسين، يقول: سئمت الحياة أبو ثرب، هو أنت ذاك اليوم صرت بعدك الشايف حمبي، ترى بعدك تحت التدريب يدور تبريد، ولك آني المبردة مالتي شادلها خافض حرارة وما بيها تبريد، بايدن بليز دبل هيلب مي، أرجوك. فيديوهات كثيرة طبعا نشرها هذا الشاب اللي اسمه علي عادل في صفحات عديدة بمنصات التواصل الاجتماعي، يسخر فيها من الواقع والوضع المعيشي في العراق، وأيضا بما فيها واقع الكهرباء والماء والبطالة إلى آخره. وأثناء مهمتنا في البحث والتقصي ومتابعة ما هو جديد، رأينا فيديو آخر لهذا الشاب، وهو يختصر فيه حال كل مواطن عراقي الآن مع استمرار أزمة الكهرباء. يا أبو محمد، ماكو محمد تعرفوه؟ شوفوها فوق، شهدها طفت 12:15 بالليل، طفت الوطنية، 2:15 ماكو، 4:15 ماكو، 6:15 ماكو، هسه بقى الساعة 7:30، نعلة على شرفه، فرصة وأقل فرصة، طالعاني أترخص جدا، أترخص من العراق.
طفت، تلاحظون؟ الفراش كله دبق وعرق.